ياك ها سميتك وفاش كتقراي ياك وتعاودي لنا شنو وقع داك النهار يعني على اللي عقلت هذاك الشيء اللي عقلتي ها سميتي سلمى الزاوي كنقرا في الرابع اش من مؤسسه مؤسسه القابس اييه ابتدائي شنو لقى بنتي ذاك النهار شنو اللي عقلتي عليه كنا باغيين ندورو فاش خرجتوا بعدا من المؤسسه وكيفاش كانت فاش خرجنا كنا فرحانين علاش شدين خديتوا البلتانات لا البلتان ديالنا درنا في كارطابل جا كنتسناو ترونسبور باش يجي فاش جات طلعنا صافي بقينا غاديين تنحطوا الدراري شويه بغينا ندورو من هنا باش نجيو ندخلوا لهنا جا واحد مور رونو من الدور هو يدفعنا دوبل ثلاثة طنوبيلات هو يجي هو يدخل فينا دخلنا في القابس كل شيء هبط بقاو ثلاثة الدراري واحد بن اختي جبدها واحد الراجل من هادي جبدها واحد الراجل من الشرجم واخت ديك البنت اللي مات بقات تتغوت مشات دخلت حتى شافت اختها نو سبور وانا دالي واحد الراجل انا واختي وديك البنت بقات صافي وداو كلشي دوك الدراري وبقات هذيك البنت الصغيره اللي مات اللي ماتت كي بقيتو من وراء هذا الحادث كنا مخلوعين مخلوعين بزاف ما كنعسوش بالليل دابا باقيين مخلوعين ولا شويه شنو اللي بالليل شنو كتشوفي شنو كتخلعي بالليل كنشوف لا يمكن شي مره وثاني تبقى لنا شي حاجه وكيفاش يعني جاتك هاد الحادثه هادي كيفاش حسيتي بعد ما مات هذيك ديك البنيه واشنو تتقولي لهاد العائلات ديال هاد الدراري اللي ماتوا بثلاثه